في مختلف المجالات التنموية والخدمية تتواصل أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وذلك في جميع قرى وتوابع مركز شبين القناطر بالقليوبية. ويشهد قطاع الكهرباء عملية تطوير شاملة، تدعيم وإنشاء جديد شبكات الكهرباء في جميع قرى مدينة شبين القناطر، وده بيتم له آليات مختلفة، منها عملية الربط ما بين المحولات كلها وزيادة قدرات المحولات بعد دراسة الأحمال وزيادة في الأحمال في قرى شبين القناطر. وتقول الشركات العاملة بالمشروع إنها ملتزمة بالجدول الزمني والمواصفات القياسية. البرنامج له وقت، كل القرى واصلين حوالي 75%، والمعوقات مع الجهاز ومع المرافق الأخرى بنحاول نحلها في اجتماعات سريعة، وطبعا ما بيبقاش في وقت كبير نستنى ان احنا نحل، لازم نحل في نفس الوقت. وتجري عمليات إحلال وتجديد واسعة في قطاع الكهرباء الذي غابت عنه يد الرعاية والتطوير منذ عقود. بنستعوض أعمدة الإنارة القديمة اللي هي شغالة بسلك هوائي بأعمدة إنارة مسلوبة، تمام؟ الكابلات كلها هتبقى مدفونة، مش هيبقى فيه سلك هوائي خالص. افترض ان القرية جاية لها تغذية واحدة قبل كده، فاحنا بنحاول نظبط النقطة دي نخلي لها تغذيتين. في قرى مهمة بيبقى لها تغذية ثلاثة على حسب حجم القرية، بحيث ان لو في لا قدر الله الكابل اللي داخل فيه مشكلة ما استناش لحد ما اصلح الكابل ده، ادخل عن طريق الكابل البديل. وتحرص الشركات العاملة على تشغيل أبناء المنطقة التي تعمل بها. العمالة بتكون من أهل البلد، وبنأجر المعدات والنقل والكلام ده برضو من أهل البلد هنا، بنحاول على قد ما نقدر إن احنا نشغل الناس اللي موجودة في البلد. شغالين وكده وفي مرتبات وفي كده. مرتاحين في الشغل والدنيا هنا لازم ظبط معانا تمام والحمد لله يعني. وعلى مستوى الجمهورية نجحت مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى في تنفيذ أكثر من 500 مشروع في مجال الكهرباء فقط. تحت الأرض وفوقها تتواصل الأعمال لإحلال وتجديد البنية التحتية لمنطقة تعاني منذ عقود الإهمال، لكن الأمل عاد مع المشروع القومي لتطوير الريف المصري. من شبين القناطر بالقليوبية، محمود العزالي، التلفزيون المصري.